طيب، بما ان حضرتك ودتنا للدوري المصري برضو، احنا بقالنا فتره كبيره بنشوف انديه يعني بيطلق عليها انديه شركات. كنا حضرتك طبعا من المنصوره، فالمنصوره محافظه طبعا غاليه على قلوبنا كلنا، وكان بتطلع يعني طلعت عمالقه كبار في تاريخ ده كره حقيقي، القدم المصريه. ده يعني حقيقي. الانديه الشعبيه حضرتك خايف عليها الفتره اللي ما جايه؟ انا قلت قبل كده والله يا مران، اللي انا حسبت الفرق 12 فرق، 12 شركات بين شركات ومؤسسات، و8 انديه جماهيريه، نسبه قليله جدا. طب الوقت تخيلي، انا قلت قبل كده يا جماعه لو سمحتوا بقول وناشد دلوقتي المسؤولين عن الكره، عن الرياضه، ايه المنع ما ندمج الشركات والانديه والمحافظين مع والمحافظات مع بعض؟ يعني مثلا السويس، لما يعني انا عندي فرقه كانت سيراميكا كليوباترا، سيراميكا السويس، يبقى انا دخلت اسم المحافظه مع اسم اسم المؤسسات اللي موجوده. مثلا فرقه من المنصوره صعد، مثلا نقول سماد، بدل ما كانت اسمها سماد طلخه اسمها سماد المنصوره، يعني مش عايز ايه ندخل في تفاصيل كتير، لكن بقول ادمج دم، خلي الدمج ده موجود، يبقى حتى الناس يبقى لها عندها انتماء. لما كانت بتروجيت وقت من الاوقات بتروح تلعب في السويس، الناس السويس كلها كانت بتروح تتفرج وحاسه ان دي فرقه البلد. فايه المانع من الاثنين يبقوا مع بعض؟ لكن احنا هنلاقي مثلا مش شكلهم في فرقه موجود، في فرقتين بيلعبوا شركتين، قبل اقول لك كده مين اللي هيتفرج عليه؟ ما حدش هيتفرج غير اهاليهم. ده حقيقه والله. انا بقول لك اهو، احمد كان السنه فاتت بيلعب مع سيراميكا، بيلعب مثلا الجونه، نسبه المشاهده قليله، هي فرقتين ومع ذلك فيها لعيبه كبيره ولاعيبه تحب تتفرج عليهم، بس مين اللي هيتفرج عليهم؟ طبيعي اللي هيتفرج عليهم يسارهم او المحببين ليهم او اللي قريبين من الفرق، لكن مش هتلاقي نسبه مشاهده زي الاهلي والاسماعيلي، زي الزمالك والاهلي، زي المحله والاسماعيلي، زي المحله والاتحاد، فرق. يعني انت لو انت دلوقتي هتعمل مباراه بين الاتحاد والمصري وقلت الاستاد المباراه دي هتعمل في استاد القاهره، تلاقي الاستاد اتقفل لو انت عايز تدخله الجمهور. ليه؟ فرقتين لهم شعبيه، لكن احنا نقول فرقتين بتدخل بلا بيبقى الامور صعبه. فعشان كده اتمنى المباراه الماتشات ترجع زي زمان، الاهلي والزمالك واللي انت بتشوفها في 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 في, في, في الملاعب، الجمهور يرجع تاني، عشان الجمهور يرجع تاني. حضرتك لعبت للاثنين، حضرتك لعبت الفريق جماهيري طبعا النادي الاثنين الاهلي وفريق شركه، صح شركة. كده؟ طبعا فرق كبير. الفرق في حاجه واحده، اللي الفرق في حاجه واحده، اللي الضغوط بتاعت فرق الشركات ما بتبقاش زي ضغوط النادي الاهلي. النادي الاهلي مطلوب منه بطوله، ده مطلوب يقعد معاه في الانديه الدوري. الشعبيه عموما برضه مش بالظبط الاهلي فقط، اكيد صح كده؟ بالظبط.